أنابى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة لرعاية مؤتمر أشغال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والذي أقيم تحت شعار أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي. يأتي المؤتمر نابعا من حرص المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب على أن يلعب دورا بارزا ومهما في قضايا الأمن الإقليمي المتنوعة بالإضافة إلى مهامه الرئيسية المتمثلة في الدفاع عن قضايا المحامين الأعضاء المنتسبين له من الأقطار العربية كافة. يشتمل المؤتمر على ندوات وورش عمل تقام بشكل موازن لفعالياته التي تستمر لمدة 3 أيام، حيث سيتطرق المشاركون لمختلف الأوراق والمواضيع المؤثرة التي من أهمها دور المرأة في المهن القانونية، فضلا عن ندوة متخصصة في التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار طبقا لاتفاقية نيويورك وغيرها. يذكر أن استضافة البحرين لهذا المؤتمر تأتي بعد 16 عاما من الغياب، حيث يؤكد المراقبون على أنه سيكون لقمة المنامة توصياتها المؤثرة في الحركة النقابية والحقوقية. ولتفاصيل أوفى حول ما حمله المؤتمر من مضامين مثمرة معنا عبر الهاتف الأستاذة هدى المهزع رئيسة جمعية المحامين البحرينية رئيسة الدورة الحالية. أستاذة هدى مساء الخير. بداية طبعا البحرين تعود من جديد لاستضافة المؤتمر في نسخته الجديدة بعد غياب ما يزيد على 16 عاما، يعني لماذا حملت هذه النسخة هذا الشعار بالتحديد أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي؟ كيف تقرئين مدى أهمية انعقاد هذا المؤتمر في مملكة البحرين وأهمية الشعار أو العنوان أمن الخليج؟ نعم، بداية طبعا نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لرعايته الكريمة للمؤتمر وتقديم جميع سبل الدعم لإنجاحه وحرصه الدائم على يعني دعم تطلعات المحامين وطموحاتهم في العمل الحقوقي، وأيضا تشجيع سموه يعني الدائم ومساندته لمنظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي. بصراحة يعني فعلا أنت محق في أن غياب هذا اللي هو أشغال مكتب الدائم لمدة طويلة، لكن البحرين بما أنها كانت دائما عنصر فعال في هذا الاتحاد يعني تقدمت بطلب منافسة طبعا مع بقية الدول في الحصول على هذه الاستضافة، والحمد لله تم بحمد الله في هذه الاستضافة. شعار هذه الدورة طبعا يعني جاء فعلا متوافق ومتزامن مع ما تتعرض له المنطقة من اللي هو يعني هجمات شرسة على منطقة الخليج والدول العربية ككل. الهدف من هذا طبعا الشعار هو رسالة قوية بأن القوم الخليجي هو جزء من الأمن القومي العربي، لأن هناك ارتباط وثيق لهذا الشعار. هناك رسالة قوية نريد أن نوصلها إلى كل من تسول نفسه إلى العبث بأمننا الخليجي أو الأمة العربية. هناك يعني خطوط حمراء يجب يعني أن يعي كل من يفكر في المسار بهذا الأمن الخليجي أو الأمن العربي. نعم أستاذة هدى، يعني مستوى المشاركة والمتحدثين في المؤتمر لا شك أنها تضيف أيضا ثقل على نوعية المواضيع التي ينوي المؤتمر التطرق إليها، يعني هل لك من ذكر تلك الأوراق التي سيتم مناقشتها على مدى الأيام الثلاثة للمؤتمر؟ نعم، يعني إحنا طبعا على ضوء اللي هو هامش أشغال المكتب الدائم هناك أيضا ندوة متخصصة للمرأة وراح نناقش فيها طبعا عدة محاور، محور يخص في مهنة المحاماة الصعوبات والمأمول فيها، وهناك 3 متحدثات من اللي هو الدول العربية وأيضا مملكة البحرين للأستاذ الشيخ هاي بن راشد الخليفة وأيضا المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا من اللي هو جمهورية العراق. نعم. في محور آخر اللي هو يتعلق باللي هو القضاء، وراح البحرين تعرف دور اللي هو المرأة في القضاء وأيضا
فلسطين واللي هو لبنان. محور اخير راح نتعرض فيه اللي هو عن الوصول للعداله، راح تتكلم في جمهوريه مصر العربيه، وايضا بتكون اللي هو المغرب والاردن. هذه المحاور يعني نتمنى ان نطلع بتوصيات تفيد المراه على الصعيد المحلي والصعيد العربي. الى جانب هذا المؤتمر اللي هو المفقر على هامش اشغال مكتب الدعم، هناك ايضا ندوه تخصصيه تتعلق به اللي هو التحكيم التجاري الدولي وفقا لاتفاقيه اللي هو واشنطن نيويورك عفوا لسنه 1965. طبعا هذه المحاور الهدف منها صقل مهارات المحامين واعطاهم طبعا اللي هو تطوير مهاراتهم واعطاهم الكفاءه اللازمه للدخول في معترك اللي هو مهنه المحاماه، خاصه في ظروف يعني اليوم هناك يعني اشياء كثيره، اليات كثيره من شانها اللي هو رفع اللي هو اداء المحامي. نعم. فمن هذا المنطلق احنا اقمنا ايضا هذه الورشه المتخصصه في التحكيم. ايضا الى جانب هذه الورشه هناك ايضا معرض كتاب قانوني لجميع اللي هو الاخوه الزائرين الحابين اللي هو الحصول او يقتنون كثير من اللي هو الموسوعات والمجلدات القانونيه التي تعنى باللي هو شؤون المهنه. نعم. اضافه الى ذلك طبعا وجود عدد كبير من اللي هو جميع الدول العربية تقريبا لم يتخلف أحد في هذا المؤتمر، يدل على اللي هم إصرار اتحاد محامين العرب على اللي هو إنجاح هذا المؤتمر وحرصهم الدائم على اللي هو الحماية والتوازن في حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والاستقرار. حبهم لمملكة البحرين خلاهم كلهم يتواجدون اليوم، ويعني ان شاء الله راح نطلع بتوصيات تهم لهذا اللي هو المنطقه العربيه، خاصه وان يعني دور المحامي هو الدفاع عن الحريات والحقوق والامن، وهو الاحق بلواء الرعايه. نعم، نتمنى لكم التوفيق استاذه هدى المزع، رئيسه جمعيه المحامين البحرينيه، رئيسه الدوره الحاليه. شكرا جزيلا.